السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من حديث الناس. هذا البرنامج نحاول به أن نوصل صوت المواطن إلى المسؤولين حتى نكون العين الصادقة والصوت الجريء الذي يصل إلى أسماع الجهات المسؤولة. في هذه الحلقة نطرح النقاش حول آثار قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأوفاك التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. أعلن هذا المكتب التابع للخزانة الأمريكية الأوفاك في مطلع يوليو الجاري تعديل العقوبات المفروضة على السودان بموجب تصنيفه في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كان القرار يسمح بالتحويلات المصرفية والمعاملات التجارية، وهو الأمر الذي انتظره الناس كثيرا. طال الترقب هذا الأمر. الأوفاك هي الجهة الوحيدة التي تعمل في مراقبة التحويلات الدولارية والتحويلات المالية في كل أجزاء العالم. سمحت بتمويل الصادرات من المنتجات الزراعية والطبية، بما يعني فتح المراسلات المصرفية الخارجية بين المصارف السودانية ونظيراتها من الأوساط الاقتصادية والمالية الغربية والعالمية بصورة عامة. رحب الناس في هذه البلاد بهذا القرار وتحدثوا عنه كثيرا. نطرح هذا الموضوع وننظر في مآلات هذا القرار في حضرة الدكتور حسام الدين إسماعيل الباحث في شؤون اقتصاد التنمية والطاقة. مرحبا به ومرحبا بك. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، شكرا لحسن الاستضافة. قبل أن يعني ندلف إلى هذه الحلقة، هناك كثير من الأسئلة بالتأكيد ينتظرها الناس، منها إلى أي مدى أثر الحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان، وكيف يمكن أن يكون هذا القرار فاتحة خير وأمل، وهل يمكن أن يكون هذا القرار فرصة لإعفاء ديون السودان الخارجية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نستمع إلى إجابات منها في حضرة الدكتور حسام الدين إسماعيل، لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير ونسمع ونتابع حديث الناس. أكثر من نصف عام مضى على رفع العقوبات الاقتصادية على السودان بعد 20 عاما من الحصار الأمريكي، نتجت عنها خسائر قاربة 50 مليار دولار، وعزلت البلاد عن المنظومة المالية العالمية. فترة ليست بالقصيرة، ولكن الضائقة الاقتصادية لم تراوح مكانها، بل يشعر المواطن بأنها ازدادت ضيقا، فظهرت صفوف الوقود وارتفعت أسعار السلع وتردت الخدمات. لكن مؤخرا أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قرارا يقضي بالسماح بتمويل كافة الصادرات السودانية من الأجهزة والمعدات للسودان، ولا شك أن هذا يعتبر إيذانا ببدء المعاملات التجارية والمالية بين البلدين. فهل يعد هذا القرار بداية انفراج للأزمة الاقتصادية؟ وما هي الأبعاد السياسية التي كانت وراء هذا القرار؟ وكيف يمكن أن يطور هذا القرار لتبادل تجاري كامل بين السودان وكافة دول الغرب؟ مرحبا بكم. تواصل حديث الناس. ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور حسام، وهو باحث في شؤون الاقتصاد التنمية والطاقة. دكتور، تعليق سريع على التقرير أولا. التقرير صائب حقيقة، يعني من نوفمبر 2017 وأكتوبر 2017 لحد الآن القرار تقبله المواطن السوداني بصدر رحب وبفرح، إلا أنه حتى التو يعني لم يشهد الاقتصاد السوداني أي نوع من التعافي في أدائه بالاتكاء على معظم المعايير الاقتصادية المتفق عليها عند الاقتصاديين التنمويين والإحصائيين. بصورة مجملة، الولايات المتحدة الأمريكية لما تجي وتقدم بعض الحلوى للدول اللي عندها معها إشكالات سياسية، بتقوم بتمرر شاكلة هذه القرارات التي في ظاهرها هي يعني فيها بعض الانفراجات أو تحمل بعض الانفراجات، لكن ما لم تكن هناك مجاهيد جادة من حكومات الدول المستهدفة بالحصار والعقوبات في فترات سابقة، لا يمكن لهذه القرارات أن تترجم
إلى واقع يمكن أن تفرح منه هذه الحكومات، أو يعني تنفرج به أسارير المواطن، أو يعني تنقشع به الضائقة المعيشية المختبرة حاليا. فالتقرير صائب، ويدعم التقرير أداء الاقتصاد في الربع الأول 2018 اللي هو صرح به سيد وزير المالية بارتفاع نسبة التضخم إلى 54% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2017، انخفاض الناتج القومي الإجمالي من 4.5% في نفس الفترة في 2017 إلى 4%، أي بواقع 0.5%، بتآكل مزيد من التآكل في القوة الشرائية الحاصلة للمواطن، ضيق المعيشة، ظهور صفوف الوقود وكل هذا، ذلك بعد ما يسمى برفع العقوبات الأمريكية، وهذا هو الشيء العجيب. الشيء الذي يعني احنا بنعتقد انه يعني تنمويين او مهتمين بالشأن التنموي، على انه هناك معايير دائما إحصائية رياضية. لما انا اجي اقول حصل انفراج او متوقع ان يحدث انفراج في الأزمة الاقتصادية، لابد ان يكون هذا القول مدعما بأرقام. نعم، وإلا فحيكون القول مطلق على عواهنه. قبل الأرقام نرجع نشوف هل أثر أصلا الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، هل أثرت فعلا في التنمية في السودان؟ قطعا هناك تأثير، لكن السؤال حقيقة كبير، يعني هل مشكلة الاقتصاد السوداني هي فعلا العقوبات حصرا، أم هل هناك مشاكل أخرى؟ يعني لما أنا جاء أتحدث عن أنه مش المشكلة الوحيدة التي قابلت السودان من سنة 97 بموجب قرار كلينتون إلى اليوم هي العقوبات الأمريكية أو الحظر الاقتصادي كما متعارف عليه، فأنا محتاج أقف وقفة طويلة وأفحص هذه الفرضية. الاقتصاد السوداني بيعاني من مشاكل هيكلية منذ وقت طويل جدا، ممكن تكون إحداها مؤخرا العقوبات، لكن ليس لها التأثير الكبير على مفاصل الاقتصاد السوداني. كيف يا دكتور؟ أي حاجة يعني الناس الآن في ونستنا العادية أقول لك الحكاية دي عشان العقوبات الأمريكية، معرفة التحويلات عشان العقوبات الأمريكية، يعني نسينا مشاكل الاقتصاد السوداني إذا كانت أصلا في مشاكل، فبقينا بس ماسكين في العقوبات الأمريكية دي، يعني منتظرين أنها ترفع والبلاء كله يترفع، يعني بالدارية بالبساطة دي. هسه هي رفعت ولا البلاء لم يرفع؟ وحقيقة يعني تمت يعني كرأي فني تمت المزايدة وتضخيم أثر العقوبات. يعني الحصار الاقتصادي ليس أمرا جديدا في الدنيا، هناك دول كثيرة جدا اختبرت أشكالا من الحصر أو الحصارات الاقتصادية وتعايشت مع هذه الوقائع باستراتيجيات وبخطط. والحصار الاقتصادي منهج في التعامل ما بين الحكومات والحكومات، وما بين الحكومات والأفراد، وما بين الحكومات والمنظمات، وهناك أمثلة كثيرة جدا تذخر بها البحوث والكتب وأضابير السياسة من تفاصيل عن حصارات في القرن ال19 وحصارات حصلت في بعد الحرب العالمية الثانية، أمثلتها كثيرة جدا. أشهر الحصار الكوبي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على كوبا حصار طويل جدا من زمن باتيستا، يعني استطاعت كوبا أن تتعايش معه، لم تنتهي، لم تظهر فيها الأزمات الاقتصادية التي اختبرها السودان مثلا من 97. العرب من 73 و74 فرضوا نوع من الحصار الاقتصادي بمنعهم للنفط للغرب بعد موقف أمريكا وأوروبا من دعم إسرائيل. تعايش الغرب بكافة أشكال التعايش من البحث عن بدائل للطاقة أو كده. الآن في دول عربية تختبر أشكال من أشكال الحصار الاقتصادي وهي الآن متعايشة كقطر مثلا. فالحصار الاقتصادي ممكن يسبب ضائقة، هناك بحوث كثيرة جدا يعني مثلا قام بها هيكلبيرغ وهو باحث في معهد ماساتشوستس، يعني قال 39% من الحالات التي يعني فرض فيها إحصار أتت أكلها، فهو ممكن يسبب إشكالات. لكن إذا كان الاقتصاد صلب ومنتج وقوي وهناك استراتيجيات معدة مسبقا للتعاطي مع أي ردود أفعال سياسية تؤثر على رفاه المواطن، تؤثر على التنمية، بالتأكيد لن يؤثر الحصار كثيرا، هو حيأثر لكن ما حيأثر كثير. فملخص القول، الحصار عنده دور لكن أصلا في مشاكل هيكلية في الاقتصاد السوداني، يعني ممكن يعني نتكلم عنها من زمن السيناريين،
وحتى بعد دخول الأتراك يعني المتتبع للاقتصاد السوداني على قلة وندرة الكتابات في هذه الفترة والتي تكاثرت بعد 56، بنجد أنه في إشكالات هيكلية في الاقتصاد السوداني. كان أقدر تقلب الحكاية يعني لو قلنا للناس يعني لو فهمنا كلامك أنه حتى بعد رفع العقوبات الأمريكية أو إسقاط كل العقوبات الأمريكية الحال هيكون في حاله إذا ما اقتصادنا بقى اقتصاد يعني ممكن يتحرك ويقاوم يعني. أتفق معك، نحن محتاجين على أنه نعترف بأن هناك أصلا في مشاكل في اقتصادنا السوداني، مشاكل في المجتمع أو في الإنسان السوداني اللي هو دعامة الاقتصاد السوداني، في مشاكل خارج نطاق اقتصاد التنمية يعني، لكن ممكن نتحدث عنها فيما يمس أو تتقاطع مع اقتصاد التنمية، من بين المشكل السياسي، من بين المشكل بتاع الإنسان نفسه، التنازعات العرقية الموجودة، التناحرات، دور السياسيين في الإضرار بالتنمية والإضرار بالمواطن، تعاقب السياسات، عدم استقراره، في عدد من التفاصيل. ثم الحصار، يعني إذا عملنا بعض التكانيك الفنيات الرياضية الإحصائية نجد أنه هو متغير من عدد كبير جدا من المتغيرات، ممكن يكون أثره ما كبير بالمناسبة. يعني طلعنا برا الغوص برضو الحال في حال، سيظل الحال كما هو عليه. فالمزايدة حقيقة بالحصار الاقتصادي ضللت المواطن السوداني البسيط العام، وإن كان أنا مؤخرا بقيت يعني أرى أنه المواطن السوداني زادت ثقافته في تفسير المشكلة الاقتصاد السوداني، بيجي يتكلم عن الإنتاج. الحاجة دي ما كانت موجودة قبل مثلا 10 سنوات، كان ممكن تلقى فيه تبريرات كثيرة جدا عن المشكلة الاقتصادية، لكن الناس الليلة بيجي تتكلم عن الإنتاج. إذا اختزلنا المشكلة الاقتصادية نحن نتكلم فعلا عن الإنتاج، نحن اقتصادنا غير منتج، واقتصادنا الآن قائم على الخدمات وقائم على الضرائب، يعني الدولة الآن تسير مجرياتها بالضرائب وبالجمارك، وانخفض دور القطاعات المنتجة بصورة ملحوظة جدا في آخر 15 سنة تحديدا. يعني هي ماذا يعني؟ نعم، ودي التشوهات كما قلت يعني تاريخية ومستمرة، هيكلية يعني، نحن نسميها هيكلية. نعم، لكن تآكدت في الفترة الأخيرة لأسباب كثيرة جدا قد تكون خارج نطاق يعني اهتمام الحلقة وكذا. فعموما نحن ما مفترض نشيع على أن الحصار الاقتصادي هو سبب كل المآسي اللي يعني نحن عايشين فيها، وفي نفس الوقت ما نشيع إحباط. نحن متفائلين دائما على أنه يعني يمكن الوضع السوداني ده بين عشية وضحاها يختلف تماما، إذا توافرت الإرادة السياسية، وإذا أعملت الخبرات والعقول السودانية جهدها في أنها تحول الأرض السودانية الخضراء إلى واقع منتج، فبالتالي نحن ممكن يعني نصبح دولة مختلفة في وجود حصار أو في يعني عدم وجود حصار، يعني بالتصادق مع أمثلة أنا ذكرتها لك، وممكن يعني أذكر عدد كثير جدا من الأمثلة. روسيا الآن تختبر حصار اقتصادي، صح الاقتصاد الروسي مختلف عننا، الاقتصاد الروسي عمره أكثر من 500 سنة في التماسك، إلى أنه بعد أحداث القرم مثلا أو دعمه لسوريا كثير جدا من الدول الأوروبية منعت منه التبادل التجاري. قطر الآن محاصر اقتصاديا، هي قادرة تعيش. كوريا الشمالية الآن صمدت رغم كل الجوائح اللي اجتابتها حتى في الفترة الفاتت دي ضد الحصار من 58 من الحرب الكورية. إيران اتفقنا أو اختلفنا معها استطاعت أن تصمت رغم كل المشاكل اللي هي قاعد تقابل الآن، كما ذكرت لك كوبا. فدي دول سرفايفت، نجحت في أن تعيش هذه الحصارات لأنه عندها استراتيجيات وعندها جاهزيات، عندها إرادة سياسية، اتساق مجتمعي، عندها خطط، عندها إخلاص في أنها تتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحافظ على اتجاهات الثقافية والسياسية اللي هي دخلتها في الحصار. طيب إذا رجعنا لموضوع الحصار الأمريكي وقرار المكتب الوفاق الأخير بالسماح بالتحويلات المالية والبنكية، الموضوع ده عايز شرح شوية. زي ما قلت كان حصلت فيه مزايدات، ويعني في ناس ضخموه، في ناس ممكن لما في الشرح كده جهجه المواطن العادي يعني غير المختص في موضوع الاقتصاد يعني. فباختصار نقول شنو عن طيب هي مصلحة الخزانة، هي المصلحة المسؤولة باختصار غير مخل على العملة الأمريكية المتداولة خارج الاقتصاد الأمريكي. يعني أي دولار خارج الاقتصاد الأمريكي لابد أن يمر تحت أعين هذا المكتب، تخضع للمراقبة. تخضع للمراقبة، وهم عندهم أجهزة دقيقة جدا وعندهم استخبارات عالية جدا في معرفة أي دولار خارج النطاق الاقتصاد الأمريكي، وبالتأكيد هو الاقتصاد الأمريكي مستفيد منه. القرار ده يعني لما تم تداوله في الإعلام وفي الوسائط
نسبة لتعقيد اللغة النشر بها، ففسر على غير منحى، يعني في أكثر من طريقة. السماح بتمويل، والناس يقول لك تمويل الصادرات والواردات إلى السودان. الأمريكان أحسن ناس يلعبوا بالإصطلاح، لما يتكلموا عن السماح لا يعني هم أنهم نفسهم حيمولوا، الحكومة الأمريكية نفسها حتمول، يعني ممكن تدي ضوء أخضر باهت لكل الدول اللي ممكن تتعامل مع السودان، واللي هي الدول الصديقة للسودان، والسياسيين بيكونوا أجدر وأقمن مننا في تفسير هذه الاصطلاحات الدقيقة والدبلوماسيين. لما يقولوا السماح يعني مثلا في دول صديقة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تعلم تعمل على استحياء، يعني ده على ممكن استحياء تبقى يعني، الحكاية واضحة لكن يعني. ما نحن كأمريكان على الأقل في هذه المرحلة. فهو تبادل وسماح لسريان العملة الأمريكية في الجهاز المصرفي السوداني خروجا ودخولا. وفي المواضيع المحددة اللي هي المعدات الزراعية والمدخلات الزراعية والطبية والتقانة والحاجات زي دي يا دكتور، يعني ولا الحكاية محدودة؟ ليست كل مستويات التقانة، يعني هو ذاته القرار ده لما انصدر بالتأكيد المؤسسات الأمريكية ذاتها عندها آليات بتفسر بها هذه القرارات. يعني صبيحة القرار بتستقبل المؤسسات الأمريكية الداعمة للاقتصاد القرار ده، وكل من هذه المؤسسات ممكن يكون عنده قدرة على تفسير القرار على منحه. مستويات التقنية مثلا ما ممكن يعني تصل إلى التقنيات المعقدة مثلا كالطائرات، أو كإزبيرات حيوية قطع غيار حيوية كالطائرات، أو كمعدات طبية عالية التعقيد مثلا كمعدات الجراحة ومعدات معالجة الأمراض الخبيثة والأورام الخبيثة كالسرطانات، أو أدوية منقذة للحياة ممكن تكون يعني تحتفظ بها الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها أو تتبادلها مع دول عندها درجات عالية من التبادل التجاري أو الصدق. فممكن تكون يعني هذه السماحية يعني تغطي تحويلات المغتربين، بعض الشركات الأمريكية ذات المستوى الصغير التي تريد أن تستثمر في السودان، الآليات الزراعية ذات المستوى الصغير يا دكتور، يعني ما نسمع في تقانة متقدمة وشركات بترول وشركات ضخمة وشركات صناعات ثقيلة، يعني لا في هذه أعتقد المرحلة في المستوى ده من الصعوبة مكان، يعني ما في أي دلائل، لأنه هذه الشركات التي تفضلت بذكرها عندها صلة كبيرة جدا بصناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا ما نتوقع شيفرون تجي مقتحمة، أو مايكروسوفت تجي مقتحمة، يعني والدليل على كده أنه إلى الآن إذا يعني دخلت الإنترنت إلى بعض التطبيقات حتجد أنه اسم السودان هذا المنتج غير متاح في غير بلدك. متاح في بلدك. احنا يعني نستمر في سماع ومتابعة بعض التفصيلات اللي عندها صلة بهذا القرار، لكن فاصل قصير ونكمل حديث الناس، تابعونا وكونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، يتواصل حديث الناس، ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور حسام الدين إسماعيل الباحث في شؤون اقتصاد التنمية والطاقة. حديثنا عن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان وقرار مكتب الأوفاك الأخير. نحتاج يا دكتور لمزيد من الشرح حول هذا الأمر، يعني ممكن يسمح بتمويل مشاريع من جهات عندها صلة بالصناعات الثقيلة غير الأمريكية، يعني أوروبية أو غربية أو كده؟ هو طبعا قبل الإجابة على السؤال ده نعم. إحنا نسأل أنفسنا ما الذي يدفع بجهة حكومية أو خاصة للاستثمار وإنشاء مشاريع في السودان؟ نتحدث إذن كجواب على هذا السؤال عن بيئة الاستثمار. ما هو الدافع؟ يعني قبل أن ننتظر الآخرين ولنفترض جدلا أنه مثلا سمحت الولايات الأمريكية بتدفقات رؤوس أموال ضخمة، يعني الليلة الشركات العالمية أو الحكومات نفسها التي ترغب في تبادل خدمات أو سلع مع السودان بكل الخيرات الموجودة فيه تحتاج إلى محفزات، تحتاج إلى مشجعات، تحتاج إلى سياسات استثمارية، تحتاج إلى استقرار في سعر الصرف، تحتاج إلى بنى تحتية بموجبها يمكن أن تنقل المواد الخام أو المعدات الثقيلة من ميناء بور سودان مثلا إلى مناطق إنشاء هذه المشاريع، تحتاج إلى مستوى عالي من التعليم ومن الدربة الفنية والتأهيلية للعمالة السودانية للتعاطي مع هذه المشاريع. فلا أعتقد أنه الجو الاستثماري والمناخ الاستثماري السوداني الآن المعاصر الآن تحت هذه الظروف يسمح بقدوم مشاريع ضخمة يمكن أن تضخ
الدولار الصحي، الدولار الصحي اللي هو الدولار المنتج في مفاصل الاقتصاد السوداني. بمعنى أنه نحتاج إلى بذل كثير من الجهود من الحكومة في أن تشجع هذه الجهات المعنية حكومية كان أو خاصة في الاستثمار في السودان. يعني في شغل بتاع ترتيب بيت من الداخل. خلينا نأخره شوية دكتور، حكاية البيت من الداخل ده نأخره شوية. طيب نستمر في حكاية أنه يعني القصد شنو إذن المواطن والمشاهد اللي هيتابع كلام يقول لك طيب أمريكا سمحت أو أجازت للبعض أنهم يكون في تمويل، يكون في تحويلات، يكون في نوع من التعامل مع السودان. هي ما عندها فائدة أمريكا ذاتها، ما عندها يعني مقصد معين تهدف إليه من وراء هذا القرار. يعني الناس بيتكلموا مثلا عن الصمغ العربي وعن أنها دار موطن موضع قدم في أفريقيا وبيجاي الصين، ويعني إذا نظرنا إلى الاقتصادي مع السياسي، هل ممكن نقول أمريكا عندها بعض الفوائد من هذا القرار، ولا الحكاية دي برضها آمال وأحلام زي الشرح الكثير الذي دار حول قرار مكتب الأوفاك؟ هو من العجائب طبعا أنه الصمغ العربي أصلا لم يتوقف تصديره طيل فترة الحصار من 97 لحد 2017. كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتشتريه من السودان عبر وسطاء. الصمغ العربي تحديدا لأنه من إحدى المدخلات الداخلة في الكوكاكولا والبيبسي، وعنده كثير جدا من الفوائد. سلعة بالنسبة لهم مرغوبة واستراتيجية مع الحصار. طيب ظاهريا لا مانع، هو ظاهريا القرار بيقول على انه نحن نسمح بتمويل مشاريع داخل السودان، ونسمح لكل الدول الصديقه يعني وقفت معنا في فرض الحصار على السودان بانها تجي الى السودان وتستفيد من كل الخيرات الموجوده فيه. الجانب السياسي من الشق ده اللي هو بيتقاطع مع التنميه، طبعا الولايات المتحده الامريكيه ما قاعد تغدق العطاء بلا مقابل، نعم لا تدفع تمام ما تحصل عليه اطلاقا. فبالتاكيد السودان دوله يعني عليها العين من زمن كينيدي، من زمن الاستقلال، وموقع السودان الجغرافي والموارد الكثيره الموجوده فيه، والامريكان بيعلموها اكثر مننا، احنا ممكن تكون دافع لدخول الامريكان اذا لم يكن بصوره مباشره فعبر وسطاء. المياه المتوفره، اليورانيوم، الموقع الاستراتيجي، التقاطعات الحاصله الان في المصالح ما بين اثيوبيا وما بين مصر حول سد النهضه، الخلخلة السياسية الحاصلة في جنوب السودان، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مستفيدة، كانت عندها آمال كبيرة جدا في جنوب السودان، لم تتحقق هذه الآمال لكثير جدا من الفرضيات التي لم تحقق. فبالتأكيد القرار في هذا الوقت وراه ما وراه. أنا يعني استعجلت لأزيلتي أنا، لأنه بعد شوية هنفتح يعني أسئلة ومداخلات واستفسارات الإخوة المشاهدين. مرحب. ويمكنهم التواصل معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر على الشاشة الآن. بالتأكيد أنا سبقتهم بكم سؤال حقي أنا، يعني المتوقع أنه في أسئلة تجي تكرر نفس أزيلتي دي، لكن خلينا نكون نبسط اليوم عشان الوخوش معنا بعد شوية يكون قريب من التعاطي معنا. مرحبا. طيب يا دكتور، أمريكا عندها بعض الآمال والأحلام والفوائد من خلف هذا القرار، لكن إحنا عندنا شغل داخلي أولى كما ذكرت. يعني قلت لك ناخر شوية حكاية العمل الداخلي داخل البيت السوداني المطلوب. نعم. أظن جاء وقته الآن، يعني إذا أمريكا صدقات وسمحات وتجاوبت ما زلنا نحتاج إلى أن يكون عندنا ترتيب داخلي. الترتيب الداخلي باختصار وبصورة سريعة المطلوب مننا شنو عشان حتى إذا في خير جاينا من برا إحنا نكون أهلي لهذا الخير؟ يعني باختصار البيئة الاستثمارية. نعم. يعني ما يحصل بها شنو البيئة الاستثمارية؟ البيئة الاستثمارية اللي هي مجموعة من السياسات بتفرضها الحكومة وبترعاها الدولة، بتضمن فيها حقوق المستثمر، وبتضمن استرجاعه لأمواله في أقصر فترة زمنية. قانون الاستثمار الآن الموجود ما بيتيح يعني هذه الأرضية للانطلاق؟ هو ظاهريا مؤاتي، لكن الممارسات والخبرات يعني متبادلة الآن في الأوراق وفي البحوث، ويتم التفاكر فيها في الإعلام عن تجارب كثير جدا من المستثمرين في الدول المجاورة، ما بتقول كده. عندنا إشكال كبير جدا في البنى التحتية. احنا بنتحدث عن طرق لابد أن تنفق فيها الدولة إنفاق مؤسس،
بنتكلم عن كهرباء مستقرة. هيقول لك طوال الحصار ما هيخلينا ننفق، وتمويل ما في، وفي مشاكل وفي مشكلة في التقنية المستخدمة. يعني حتى البترول طلع بيقول احنا استخدمناه يعني، وطلعناه بتقنية مدخرة جينا اللي هي بمساعدة الأصدقاء الصينيين يعني. وحقيقة هسه الصينيين برضو يعني محتاجين برضو إلى استرداد كثير جدا من الأموال البترولية التي يعني خرجت من الأرض السودانية، والآن الصين دائنة. الجواب على الحتة دي محتاج مننا إلى شجاعة. نحن يعني أضعنا كثير من الفرص، أعتقد أن الحكومة لم تكن موفقة في انتهاز الفرص الاقتصادية اللي كان حظي بها السودان في فترة استقراره من 2002 إلى 2011. الفترة دي شهد فيها السودان المعايير الاقتصادية، حصل فيها استقرار كبير، وحصل فيها يعني حتى إشادة من كل المؤسسات الاقتصادية الدولية. أنا بنتهز الفرصة وبترحم على روح أستاذنا الدكتور عبد الوهاب عثمان، يعني في عهده حصل وبسياساته وبتوفيق من الله حصل استقرار في كثير جدا من المعايير الاقتصادية. فلم توفق الحكومة في تقديري على أنه في الفترة اللي أنا ذكرتها دي قبل انفصال الجنوب على أن توظف أموال النفط في إنشاء البنى التحتية مع وجود الحصار. الوقت ذاك الحصار كان موجود، يعني الحصار كان موجود، لكن سعر الصرف مثلا كمؤشر يعني واحد من عدد كبير جدا من المؤشرات كان كان مستقر. مستقر. الناتج القومي الإجمالي كان في تطور، طفرة يعني، في طفرة. التضخم كان محافظ عليه. القوة الشرائية ارتفعت. حصل تمدد في قطاعات الاقتصاد الجزئي، يعني حصل انفراج وتحلل في أساليب الاقتصاد فمع وجود الحصار. فما أعتقد على أنه يعني لما تجي المحكات اللي احنا فيها الآن في الربع الأول من 2018 بعد 7 أو 8 شهور من الحصار يكون سببنا وذريعتنا على أنه ما زال الحصار موجود. فبالتالي أنا كمستثمر حكومي أو كمستثمر خاص محتاج إلى جدية. أنا محتاج إلى ما يشجعني على أن ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الآن في السودان بصورة واضحة وعاجلة حتى يعني يكون في ثقة في رأس المال السوداني القاعد برا، أو السوداني السوداني الموجود الآن، أو بعض الأصدقاء الممكن يبادر ويجي رغم المحاذير ورغم آثار الحصار الممتد لعشرين سنة؟ يعني والله في حلول على المدين القصير وعلى المدين الطويل، يعني في حلول دائما في هذه المعضلات، يعني الحكومات بتنتهج الحلول ذات الأثر السريع. البوت اللي هو نظام التشغيل التمليكي للمشاريع هو من أكثر المشاريع أو أكثر الأنظمة نجاحا في إحداث نقلة في الاقتصادات. ماذا نعني بنظام البوت أو نظام التشغيل؟ مثلا التعاقد مع حكومات عندها رغبة في الاستفادة من خيرات السودان، أو الزراعة. شركات أو شركات كبيرة، حكومات أو شركات. وهذه الشركات ممكن تكون شركات حكومية أو شركات خاصة. الاستثمار في القطاع الزراعي مثلا. وليه بديت بالزراعة يا دكتور؟ لأن السودان دولة زراعية، لأنه فرصتنا في إحداث نقلة كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني واستجلاب عملة حرة ممكن تحصل بصورة سريعة جدا إذا استثمرنا في القطاع الزراعي. كم سنة تقريبا يعني؟ المشاهد اللي بيتابع كلام داير بشريات يعني. والله أنا ما حكون غير المختص يعني تقريبا. أنا ما حكون متفائل إذا قلت لك نحن محتاجين لثلاثة مواسم زراعية بس عشان نحن ننتج محاصيل ممكن تصدر وتغطي الناتج المحلي. يعني أضرب لك مثل، ممكن تستدعي عدد من الدول ذات الاهتمام بالزراعة زي الصين مثلا، تستثمر لك في مشروع الجزيرة، هي بتجي برأس مال، ده نظام البود بينص على كده. ممكن تتقاسم المحصول مع الحكومة بنسب محددة، 60% إلى 40% مثلا، 60% لصالح الصين، 40% ممكن تكون للمحصول يسلم للحكومة. على مدى 10 مواسم أو 10 سنوات ممكن رأس المال يعوض. ذات النظام ممكن يستخدم في قطاع التعدين مع دول عندها رغبة في الاستثمار في التعدين. ذات النظام ممكن يستخدم في قطاع النقل، يعني في دول عندها تقنيات عالية جدا في ممكن إحداث نقلة في سكك الحديد والطرق في أقصر ما يمكن. وعلى ذلك قس الآن المعاناة مستمرة من بعد القرار الأول بالرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية وثمانية شهور، والآن الميزانية تتكلم على مؤشرات للربع الأول، وأنا إحنا خلصنا النصف الأول من عام 2018. لماذا لا نرى
يعني كلام الباحثين والمختصين والخبراء في مجال الاقتصاد على أرض الواقع، ولو في نموذج أو نموذجين يعني، عشان الناس يحسوا إنه في جدية والبيئة الجاذبة للاستثمار موجودة أو ممكن تستمر. والله ده سؤال يعني حقيقة أنا ذاتي حريص إنه أنا أوجهه للمسؤولين. يعني الجامعات السودانية ومراكز البحوث مليئة بمستخلصات كان يمكن أن تحدث نقلة في السودان منذ عام 1956، إلا أنه يبدو أنه الطغيان السياسي على الجانب المهني والتكنوقراطي والفني هو قد يكون عنده دور كبير جدا إدمان فيها. الفشل. يجوز مرحبا هذا بك يا حسن، الموضوع. السلام عليكم. تفضل. الإخوة اللي بيتابعونا الآن وعايزين يعني يتواصلوا معنا عبر الهاتف، أول حاجة يزيحوا من جنب التلفزيون ويكون صوتهم عبر سماعة الهاتف، ونطمع إنه نسمع يعني منهم إفادات واستفسارات وتعليقات. يعني حسن فقدناه؟ فقدنا حسن. تفضل يا حسن. حسن احنا نسمعك. حسن من الجزيرة، حتى يعود إلينا حسن. يا دكتور، البحوث والدراسات موجودة، لكن الإرادة السياسية والاقتصاد والسياسة يعني يتقاربان ويتصارعان. هو في الدنيا كلها الماكينة الاقتصادية هي التي تشكل الملمح السياسي للدولة، إلا في السودان من زمن بعيد. فالمصلحة الاقتصادية ومصلحة الشعب ورفاه المواطن هي اللي بتشكل البرنامج السياسي اللي بيقوم به الحزب المحدد واللي بيمثله السياسي المحدد. ده الوضع الرشيد يعني المفقود الآن. المفقود الآن في السودان، وحقيقة من 56، يعني ممكن يكون من قبل 56، يعني في كل الممالك السودانية يعني. لكن الدولة الحديثة التي تشكلت يعني من بعد الاستقلال تعاني من هذا العرض، حقيقة عانت من هذا العرض. فلا نستطيع أن نقول أنه لا توجد عقول وقرائح سودانية، والرشدة موجودة والعلاج مضمون، والعلاج مجرب من كوادر سودانية لما سافرت برا أثبتت نفسها بجدارة وقمعنا. وهناك كثير جدا من الباحثين على درجة كبيرة جدا من الضلاعة في تحليل الواقع الاقتصادي، وفي زي ما تفضلت بذكر في صرف روشتات يمكن أن تحدث أكلها بسرعة، سيما وأن السودان أرض بكر، ويمكن والتكنولوجيا الآن تطورت. يعني إذا كان نحن نتكلم عن التجربة الماليزية أحدثت فرق مهاتير في 30 سنة، يمكن أن يحدث الفرق في السودان في تلت هذه المدة بالمناسبة. يعني يمكن أن نبدأ دائما من حيث انتهى الآخرون. زمان كان عشان تمد سكة حديد بتحتاج 100 كيلو مثلا، بتحتاج إلى 3-4 شهور. الآن الصين يمكن أن تمد لك سكة حديد نفس الطول 100 كيلو في 3-4 يوم. فعلى ذلك قس استصلاح الأراضي الآن، التقنية الزراعية المعاصرة أصبحت جديرة بأنها تنتج لك في أقصر فترة ممكنة. في تجارب جوا السودان أثبتت نجاح يعني كثيرة. نسمع لإسراء. مرحبا بك إسراء، السلام عليكم. ورحمة الله. تفضلي. تخيل بس هي الضمن معك. انا طبعا بقول بالنسبه للوضع الاقتصادي لا تستاهل صراحه، زمان كان صوتك افضل منها. صوتك ما واضح يا اسراء، ارفعي صوتك عشان نقدر نسمعك. الوضع الاقتصادي زمان كان افضل منها، يعني لسه في ناس كثيره بيخشوا اعمال اللي بعض على عقوبات الوضع حيتحسن، لكن للاسف الوضع ده سؤال. احنا بس اسئلتنا اللي عايزين نوديها، ليه كانوا بده يعني وعود انه الوضع الاقتصادي حيتحسن بعد رفع العقوبات؟ لكن للاسف احنا ما شايفين الكلام ده على ارض الواقع، احنا بقينا نعاني اكثر من زمان. نعم. ده سؤال والله صراحه مخيب يعني، جزاكم الله خير. شكرا لك يا اسراء. احنا هناخد يعني عده هواتف مشاركين مع بعض عشان ما نقطع لك كلامك يا دكتور. وإسراء بتزال بتقول يعني يمكن الكلام ده انت اشرت له في بداية الحلقة، انه الوضع الآن أسوأ مما كان قبل رفع الحظر او الرفع الجزئي للحظر يعني. هنجاوب لها مرة ثانية لكن نسمع لي ابو محمد. مرحبا بك يا ابو محمد، تفضل. يا استاذ ثاني. مرحبا، سلام عليكم، تفضل. حييك وحيي ضيفك الكريم. يا بارك الله فيك، تفضل. يا اخي انا ملاحظتي والله يعني الدولار ده باختصار شديد ما بعد الحظر ارتفع ارتفاع مبالغ. نعم. رفع الحظر ده عاد على الشعب السوداني وبالا، ما استفاد منه بشيء. ما قبل رفع الحظر الدولار ب 18 جنيه، حس الان الدولار بكم؟ 40 جنيه.
نعم. بعدين يعني لا لا لا, لا. تحرير الاسعار هو هي اللي وصلت البلد دي للدرجه دي. الدولار اصبح عليه طلب كثير يا استاذ سامي. نعم. بعدين في سوى اداره في الدوله ذاته, يعني في كم نقطه من خطة حاربة. ويعني صوتك بقى ضعيف يا ابو محمد, ارفع صوتك عشان نسمعك. قلت لك في تهريب الذهب هو من الاسباب الرئيسيه. التهريب بصوره عامه يعني, ما تهريب الذهب بس, لكن التهريب بصوره عامه يعني هو يعني ضرر كبير جدا على الاقتصاد. شكرا لك يا ابو محمد. يعني نقطتين واضحات, اللي هو سعر صرف الجنيه السوداني في مواجهه الدولار العمله الاولى يعني اللي بنعمل بها في الخارج, ووجود تهريب وبالاخص تهريب الذهب. كلام ابو محمد واضح مع اسراء. ناخذ مشارك ثالث احنا نختم بها دكتور, وعشان بعدك نكمل الكلام مع حديث الناس. نكتفي بها ابو محمد واسراء الان يعني. طيب الرد سريع واجابه على اسراء وابو محمد. ملاحظه اسراء سليمه. نعم. يعني ملاحظه اسراء في محلها. اللي هو السبب طبعا بدايه العام في 2018 الحكومه اعلنت عدد من السياسات او واصلت السياسات التقشفيه بتاعتها. نعم. حصلت نقلة ضخمة جدا في الدولار الجمركي من ما يقارب 7 جنيه للدولار الجمركي إلى 18 جنيه. نعم. زيادة دكتوري تسميتها يعني ترتيبات تقشفية. نعم أعلنت عنها الحكومة. نعم هي تقشفية على الحكومة وعلى الناس. طبعا على الناس يعني. نعم. الحكومة نحن يعني لم نختبر فيها تقشف حتى اللحظة. نعم. في منصرفات هي بيقول المجلس الوطني أوصى ب تقليل في المنصرف الإداري في تاريخ سابق, لكن هذه مسائل يعني جدلية لم تحدث فيها أي تطورات. فده خفض ارتفع قلت الدولار الجمركي. نعم. ب 173% على الأقل. نعم لأول مرة. نعم القفز حقيقة كان فوق قدرة المواطن السوداني على التعامل معه, وده ظهر في تآكل قوى الشرائية. سيما نحن دولة مستوردة, نحن ما عندنا الكثير لكي ننتجه للاستهلاك المحلي, بنستورد جزء كبير جدا من موادنا الاستهلاكية من أدويتنا من الملبوسات من المعدات من الماكينات. الارتفاع الأسعار النتج من الدولار الجمركي ده خفض الواردات ورفع أسعاره في نفس الوقت, يعني على قلة الواردات التي نفذت. وده يعني واحد من أسباب التضخم الواضحة. صدر إلى المواطن السوداني فاختبر الشظف العيش اللي تكلمت عنه أختنا إسراء. توازى ده مع عدم ترشيد الاستهلاك الإنفاق على الجهاز الحكومي الضخم, وحصل جدل طويل جدا في البرلمان عن أنه قد تكون الدولة ما قادرة على تخفيض الإنفاق الأمني اللي هو يبلغ 76% على حساب الأنشطة المنتجة. ده برضو بالتأكيد عنده أثره على زيادة شظف العيش. الجنيه السوداني اختبر أيضا انخفاض في قيمته لتباعد. أشار له أبو محمد يعني. أشار له أبو محمد. احنا حقه نكمل يعني تعليقات المشاهدين واستفساراتهم. معانا يعني واحد على الخط بابكر, ده نسمعه كاخر جد. مشارك. مرحبا بك يا بابكر, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا زي اتكلم في جزئين. الاقتصاد السوداني المشاكل اللي بواجه السودان في الاقتصاد, انه في السودان ما قاعد ننتج, يعني ما عندنا انتاج, مثلا انتاج زراعي, انتاج حيواني, ما قال ننتج. لا لكن احنا قلنا نرمي اليوم انه يا اخي الحساب الاقتصادي المعاصر للاقتصاد في السودان, وعلينا في نفس الزمن ما قاعد ننتج. نعم. الشعب السوداني كله اصبح شعب مستهلك, يعني احنا كلنا بقينا مستهلكين. وعشان كذا يهود البشرة وصلنا فوق عليهم انه نعاني من الاقتصاد, كل الحاجات مثلا نجيب من برا. نعم. باسعار خالية لان الدولار فيها ما عندنا في السودان. شكرا لك يا ابو بكر, كثر خيرك. طبعا يعني كلامك جميل جدا, لكن ابو بكر خليني انا يعني اقول تعليق قبل كتعليق الدكتور. يعني ما بنقول كل الشعب السوداني بقى ما منتج وكذا, يعني حتى الذي ينتج فيش من الشعب السوداني بتواجهه مشاكل وتعقيدات اقتصادية, لكن في ناس بينتجوا. تحياتنا لكل الذين ينتجون على امتداد هذه الأرض الطيبة. نكمل الحديث ونسمع تعليق دكتور, لكن خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع ونكمل هذا الحديث الطيب. فاصل قصير ونتابع. مرحبا بكم مرة أخرى. يتواصل حديث الناس, موضوعنا العقوبات الاقتصادية التي رفعت جزئيا عن السودان وقرار مكتب مراقبة الأصول الأمريكية الأوفاك الأخير حول السماح ببعض التعاملات المالية مع السودان, وينتظر الناس تدفق أموال وقدوم شركات
لكن ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور حسام الباحث في شؤون اقتصاد التنمية والطاقة له كثير تفصيل في هذا المجال. سمعنا إلى بعض الإفادات من المشاهدين، نشكرهم على هذه الإفادات والأسئلة والاستفسارات. دكتور، تعليق سريع وإجابات على من يعني تفضل علينا بالاتصال. عودا لأبو محمد، طباعة النقود عندها دور كبير جدا في انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني اللي هي يسميها الاقتصاديين النقديين بالاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز اللي بتقابل الحكومة في وارداتها أو في إنتاجها. يعني الحكومة محتاجة إلى نقود مفترض تتكسبها بصورة صحية من الإنتاج، ودي نقطة أنا هعود بها على تعليق أخونا من زالنجين بابكر. الحكومة لما ما تقدر، أو الاقتصاد المحدد لما ما يكون منتج وما عنده ما يقدمه للعالم ويستجلب به عملة صعبة، أو في مرحلة متقدمة يعني تكون الإنتاج من الوفرة والجودة بمكان بحيث يكون هناك طلب على هذه العملة نفسها، بتقوم الدول تلجأ إلى ما يسمى بالاستدانة من نظام المصرف أو طباعة النقود. في الفترة المؤخرة دي الحكومة لسد هذا العجز، وهو يعني إجراء ممكن يكون عنده بعض الفوائد لكن ما على المدى الطويل وما مفترض يتبع باستمرار، طبعت مقادير ضخمة من النقود، رفعت التضخم كما تفضلت بالذكر، فبالتالي أثرت على قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الصعبة. فانخفض الجنيه، بل وظهرت له أكثر من قيمة داخل السوق الموازية والسوق السوداء. تلقى في الصباح في قيمة وفي المساء في قيمة وفي الصباح نفسه في أكثر من قيمة في أكثر من مكان. دي كلها أحد أعراض الاستدانة من النظام المصرفي أو طباعة النقود، وقطعا ده بيأثر على الاقتصاد. كان ممكن أن يكون هذا الأمر يعني مقبول إذا طبعت لشراء الذهب مثلا تحديدا. ده إشكال تاني تطرق له والأخ تحدث عن تهريب التهريب. طبعا يعني كما يقول أهلنا، إذا أردت أن تطع فأمر بما يستطاع. يعني التهريب جريمة اقتصادية كبيرة، وفي دول بتتعامل معه بعقوبة الإعدام، ما في شك، لأنه هو نشاط خبيث مدمر للاقتصاد. لكن احنا نسأل أنفسنا، لماذا يهرب الناس؟ ليه أنا بهرب الذهب؟ أنا بهرب الذهب كمنتج أو معدن أهلي لأنه بجد عائد مغري أكثر مما يمكن أن تقدمه لي الحكومة أو بنك السودان اللي هو الشاري الأول من الذهب. رغم أنه الذهب سعره عالميا مستقر بالتأكيد إلى حد ما، يعني الذهب أحد المعادن ذات السعر المستقر على مدى طويل. فإذا كان الدولة تستطيع أن تتعاطى مع المعدين الأهليين بمبدأ أكسب أكسب، فأعتقد أنه التهريب سيقل تماما. بارك الله في من نفع واستنفع. يعني هذه القاعدة مهمة جدا في استمرار أي نوع من أشكال العلاقات، سواء كان علاقات اجتماعية أو علاقات اقتصادية. عشان الحاجة ما تبقى كيل بمكيال ويبقى تطفيف يعني. أكيد. وبالتأكيد هسي المعدن الآن بيرى إنه الذهب اللي هو تعب فيه وعرق فيه. ما بدي لك بالساهل. ما بدي لك بالساهل، يعني بتشتري منه الدولة. نعم. يقوم يجازف بأنه يهرب حتى ولو أدى ذلك، لأنه يصادر منه. لا يصادر. نعم. لأنه العائد بالنسبة له ما مقبول يعني. فما يجبره على المر الذي هو أمر منه. ده لا يعني أنه نتفق أصلا مع مبدأ يعني، لكن ده تفسير قد يساعدنا في إيجاد علاج لظاهرة تهريب الذهب. فيما يتعلق بالإنتاج اللي ذكره أخونا بابكر، هو طبعا الشعب السوداني ما بنقدر نقول أنه ما منتج مطلقا كما تفضلت بالذكر، لكن هناك سياسات أقعدت بالمنتجين عن مواصلة الإنتاج. أنا لابد أكون كدولة محفز لصغار المنتجين قبل كبارهم على أنه أنا أستمر في الإنتاج، وممكن أنا كدولة أشتري من المنتجين منتجاتهم، من خضر، من فاكهة، من معادن، من خدمات، وممكن أضع فيها قدر معين من الربح، وده من حقي يعني. لكن كون أنه أنا أفرض سياسات مقعدة وأحول المواطن المنتج إلى ممارس للنشاطات الحرفية الهامشية، أو أساعده على الهجرة من مناطق الإنتاج إلى المدن في ما يسمى بالهجرة، أرغم على ذلك، ثم بعد كده أجي أنا أطلق الأمر على عواهن وأقول الشعب السوداني غير منتج زي ما بنسمع من كثير جدا من تصريحات المسؤولين. طبعا ده كلام شوي فيه بعض الإجحاف. نحن كنا دولة منتجة قبل، وعندنا
سجل ناصع في الانتاج الزراعي وفي الثروة الحيوانية وحتى في خدماتنا وفي تصديرنا للعقول وكذا. وما زال الناس ينتجون يعني في قراهم وبواديهم وبيأكلوا من انتاج يدهم. فلما نقول الشعب السوداني غير منتج، ده ذاته بعد شوية حيدبرس اللي بينتج ده يعني، وحيسهج ونكون يعني اجرمنا في حقه يعني. لكن احنا بنقول الحكومة نعم. لابد ان تساعد المنتجين نعم. على زيادة الانتاج نعم. ولابد ان تحفزهم ولابد ان تضحي بنفسها قليلا، يعني من تقلل من المصرفة على جهاز الضخم وكذا عشان تقدر تنهض بالاقتصاد على المدى الطويل. القرار زي ده بيكون لمصلحة الجميع، لمصلحة الحكومة ولمصلحة المواطن يعني. نعم. نعم. دكتور اللي بيتابعنا الآن هيقول لك يا أخي طيب، الحصار الاقتصادي الأمريكي أعلن إنه تم رفعه، ومكتب مراقبة الأصول الأوفاق بما فهمنا من حديث الناس أهل العلم في هذا المجال تم السماح بتحويلات البنكية والتمويل لبعض القضايا وبعض الملفات، وانت قلت لابد ان يكون في ترتيب للبيت من الداخل. لخصه سريع، الحكاية دي ماشية لوين يعني؟ هتكون مآلات شنو يعني في السودان؟ نحن محتاجين لبعض الزمن حقيقة يعني. قرار كبير زي ده حصل بعد 20 سنة من الحصار، ما بنتوقع على انه في صبيحته كل الحكومات والدول تجي مشتاقة إلى الاستثمار في السودان. هناك ما يسمى بالمتغيرات المتباطئة، يأخذ الوضع بعض الزمن لكي تنضج الأفكار تجاههم. والوقت ده الآن هم بينظروا إلى السودان وبينظروا إلى جدية الحكومة في تنفيذ ما وعدت به الناس، ما وعدت به المستثمرين. يعني نحن نسمع المسؤولين بيتكلموا على أنه صار الآن الوضع جاذب للاستثمار في السودان. هذا كلام يحتاج إلى طحن، إلى 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 ترجمة إلى الواقع. يعني لا بد أن هنا يكون هناك ما يحفزني أنا كمستثمر حكومي، أو لا بد أن تكون هناك مبادرات دبلوماسية، لا بد أن يكون هناك أفعال على أرض من الواقع. من هذه المبررات وهذه الأفعال والحركات تحركات، هل ننظر يعني في الجانب السياسي للجمع بين فرقاء الجنوب مثلا يا دكتور؟ قبل فرقاء الجنوب المشكلة السياسي داخل الشمال، يعني الجنوب الحبيب يعني يكون كل الناس متوقع أن الجنوب ده يرجع يوما ما طبعاً. لأنه طريقة انفصاله لم تكن مرضية للجميع، وحتى الأخوان في جنوب السودان يعني انفصلوا زعلانين. وقطعا يعني لا يمكن للشمال والجنوب أن يستمروا على انفصال لفترة طويلة، لكن الآن الجنوب دولة منفصلة نعم. واختارت أن تنفصل. بعد انفصال الجنوب لم يستقر الأمر في الشمال. نعم. الجمع بين فرقاء الجنوب ممكن يكون يعني إبداع حسني نية في إنه إحنا متحرك وهو بنساعد المجتمع الدولي في بعض ترميم ما يمكن أن يكون قد تصدع يعني في المستقبل في الزمان القريب يعني. مبادرة لا بأس بها، لكن هناك مبادرات يعني تحتاج إلى وضع في قائمة الأولويات داخل البلد. سيف المسلط بقائمة إن السودان موجود في قائمة الدول الراعية للإرهاب. طبعا هذا امر سياسي، انا لست مختص في السياسه نعم، انا اقصد لكن ظلاله على التنميه نعم. بالتاكيد طبعا هذا هو بيت القصيد نعم. يعني اذا لم يرفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، نحن ما حنتوقع اي دعم اقتصادي كبير يمكن ان يحدث نقلات واثبات هيكليه في الاقتصاد السوداني. كل هذه التصريحات الصغيره من تصريحات الاوفاك او من تعزيزات اوباما قبل ان ينصرم، او من مبادرات ترامب، يعني هي تحريك للساكن. لكن الإشكال الكبير هو المسألة بتاعت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وده مجهود سياسي دبلوماسي قطعا عنده أثر على التنمية ما في شك يعني. فإذا لم يعني تبادر الحكومة السودانية بإبداء حسن النوايا أو بخوض المعركة الدبلوماسية بحصافة وبحنكة مع العالم الخارجي اللي هو الآن أصبح الآن يعتمد على الدبلوماسيات والمبادرات، نحن لا نعتقد كتنمويين ممكن أن تحدث أي انفراجات في الاقتصاد. دكتور، الصرف على القطاع الحكومي المترهل الدستوري نعم. وغير الدستوري نعم. إذا توقف أو هل ممكن يتوقف في الأول، وإذا توقف هل ممكن أن يؤثر في تنمية حقيقية يتلمس المواطن البسيط في قريته في حيه في موضوع زراعته وإنتاجه البسيط؟ طبعا ده برضو أيضا قرار سياسي لكن عنده صلة بالتنمية. هو أي إيقاف أي نشاط غير منتج عنده أثر على التنمية. الإنفاق على القطاع الحكومي غير منتج، لأنه أنا بصرف أموال أخرجوها منتجين
في قطاعات استهلاكية. ما بتعود لي إلى دائرة الإنتاج. أنا مفترض أركز على أنه المال بيخرج من الإنتاج يعود إلى الإنتاج مرة أخرى ويتراكم. ويتراكم حتى يكون للاقتصاد دورة الحقيقية. وفي نص دقيقة يا دكتور ماذا تقول؟ نحن كمواطنين سودانيين محتاجين أن نحدد مشكلنا الاقتصادي السوداني أو المشكلة السودانية. وأعتقد أنه الآن الشارع السوداني على درجة من مض بأنه بدأ يتحدث عن أنه الإنتاج هو إشكال الاقتصاد السوداني. ينتظر التحرك من الحكومة. ولا يمكن الإنتاج أن يخرج من الأرض الخضراء دي ما لم يكون هناك حل للمشكلة السياسية الموجودة الآن. والمشكلة السياسية بيد الحكومة. ثاني جاء الحصان أمام العربة والاقتصاد أمام السياسة والسياسة أمام الاقتصاد. بالضبط. شكرا جزيلا لك دكتور حسام الدين إسماعيل، الباحث في شؤون اقتصاد التنمية واقتصاد الطاقة. شكرا جزيلا لكل الذين تابعونا وكانوا معنا. هذه الحلقة يعني تبقى نوافذ تنتظر يعني تيارات تهب عليها حتى تكون هناك نسمات فيها بشريات. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون ذلك قريبا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.